بوجود سوريا لا يمكن أن تكون اللغة العربية في خطر، فسوريا هي حاملة لواء العروبة والقومية العربية، وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ومجمع تمكين اللغة العربية الموجود ووزارة الأوقاف في عملها الدائم ولغة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم هو يضمن الجواب. لغتنا واسعة اتسعت لكل العلوم سابقا وتتسع لكل العلوم لاحقا، ولكن المشكلة مشكلة أهلها وتقاصرهم عن قيامهم بواجبهم في تطويرها وفي دعمها والاعتزاز بها. فهذا الغزو من اللغات الأجنبية في التعليم لا سيما في الروضات فهذا غزو ثقافي خطير. نحن ندعو إلى اللغات، إلى تعلم اللغات، وكلنا يدخل لغات، لكن لا على حساب لغتنا وجودنا ومصيرنا وحضارتنا وهويتنا. هنالك خطة عمل وطنية للتمكين للغات العربية بناء على القرار الجمهوري الذي أصدره السيد الرئيس بشار رقم 4 لعام 2007، وهذا القرار نص على تشكيل لجنة للتمكين للغة العربية، من مهامها وضع خطة عمل وطنية للتمكين ومتابعة التنفيذ مع الجهات المعنية، وهذا ما قامت به خطة لجنة التمكين للغة العربية خلال السنوات العشر الماضية. نطمح إلى تعديل قانون حماية اللغة العربية الذي وضع في خمسينيات القرن الماضي، وقام مجمع اللغة العربية بصوغ قانون جديد ورفعه إلى الجهات المعنية. جئت اليوم لأذكر أننا نحتفل بالشيء في يوم موسمه، ثم نغط في نومنا سنة كاملة، نحتفل بالمولد النبوي يوما ثم نقتل السنة طيلة السنة، نحتفل باللغة العربية ونرفعها شعارا فوق رؤوسنا وفوق أوطاننا، ثم نغط بعد موسمها ونرى حالتها مزرية في شوارعنا وعلى أقلام كتابنا.